قولي الفاير باس ليديز اند جنتلمان الجديد شو هالسينماتيك هاي شو مع بعض حبايبنا جبت شو مع بعض اوكي تلا خايف شو اماكن سكين البيت لو سابوس نايس سكين شوب قولي وان شو هذا شو هذا يا رجل لقد عنده ذنب ذنب شو ذنب يكتب حبيبي والله معلم لوز اللوز هاتوا لنشوف شباب الاشياء الموجوده بهذا الفاير باس ايه تمام هاتوا نعمل هيك معلم طبعا شباب انا جبته شحن مسبق حبيبنا طولوا بالكم خلينا نشي مستعجلين خلينا نقرا ايه شباب بما انه صرنا الفتره الاخيره شباب ما عم ننزل كثير مقاطع كيفكم ان شاء الله بخير ان شاء الله كل شيء تمام معكم عليكم حبايبنا ورجعت لكم مقطع جديد اساطير مقطع اليوم شباب حبايبنا مثل ما انتم شايفين حبايبي يعني باين من العنوان حبايبنا الفاير باس ليديز اند جنتلمان الفاير باس الجديد طب ليش رح نستعد اللعبه شباب بشكل سريع اوكي وحبيبي والله نورتونا حبايبنا المقطع الجديد يا حبايبنا الكرام قبل ما نشهد المقطع يا اساطير لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس كيفكم مره ثانيه ان شاء الله بخير ان شاء الله كل شيء تمام حبايبي ومثل ما انتم شايفين كمان برجع بكرر يا حلوين هون نزل الفاير باس جديد شباب رح نحاول نجيب الاغراض كلياتهم مع بعض حبايبنا ونجربهم ونفرجيكم اياه يا اساطير تمام ليك حبايبنا رح نشحنه طبعا كله دائما كامل اوكي طبعا رسيت اللعبه مثل اخذ لكم شوي عشان نشوف الشكل وما شكله وحبيبه والله يلا يبقى على المفتاح يا زلمه ورانا شغل مع لعب ايه تمام اوكي يا ساتير نمشي مع اليسار اول شيء شاب عندنا هون الثلج هي ثلج ثلج شو يا زلمه ثلج شو يا معلم مع السياره اوكي عندنا هون الافاتار حبيبنا اول افاتار لوز والله شكله حلو يا هل شكل شاب هذا اللدغه السامه معلم ثواني هذا فيه ما فيه ميزات ما فيه ميزات والله بالعكس ذا فاير باس ما فيه ميزات هذا لبسة البريد لوز معلم شوفي عندنا كمان بطريق ما بطريق البنر حلو صراحة شيء كثير حلو الجاكيتة هي معلم لوز والله الجاكيتة هذول شباب كلهم نفس الشيء بس بعرف كل شوي بغير لك بالالوان معلم وحبيبي والله الافاتار شباب هات لنشوف حبايبنا نشوف كمان لبسة البنت هات لبسة البنت بالنسبة للجاكيت اتس كول الحقيب وال شو هالدنب والله شباب الدنب هذا معلم اكيد 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 اكيد, أكيد في شيء مميز بدل السكين الشعرات شعرات حلوات لوز القناع اللي حلو ليت القناع حلو شباب شكل القناع حلو لوز كمان شباب هون يا شباب مثل العاده يعني مثل كل مره نفس الشيء معلم لوز هاي اوكي الميني شوت جن اللدغه السامه معناتها هذا الفاير باس شباب يعني عن جد شيء سام معلم خلينا نكمل معلم ايه تمام المزلاجه شفره الانياب قول لي حلوه تمام التيشيرت ايزي باللوز البانر هذا كمان شيء والله شباب يعني عن جد شيء مرتب هاي شو هاي قنبله ثواني رح نجربها شباب بعد شوي كمان قول لي الافاتار نايس قول لي في بانر ثاني ماشي حلو معلم لوز اوكي بعدها نشوف ال ول طوروا بالكم شباب لا تقولوا لي انه ما في رقصه هذا الفاير باس لا يعني والله يعني شكله حلو شباب ويعني يعني الفاير باسات الوحيده شفتها شباب اللون بنفسجي ما اعرف متاكد يعني كان في فاير باس الثامن والله ما اعرف كم ذكرتوه هذاك وهذا يعني صراحه الالوان هذول يعني حلوات ما بعرف ليش يعني ما حطوا لنا رقصه شباب غريبه والله غريبه اوكي الحجر مثل كل مره وسكين لا هي الحقيبه شفتها مش ايه شفتها الحقيبه وسكين الشاب خلينا نشوف سكين الشاب شباب الجاكيته هي حلو والله الجاكيت حلو ماشي وشي البنطال نفس الشيء هذا الدنب شباب يعني نشوف شو 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 شو, شو, شو وضعه معلم الحذاء باللوز معلم الشعرات لوز يعني والله شباب يا اخي ليش هيك تخربوا ابو الشعر يا زلمه السكين يعني ليش حطوا لي هذا الودن يا زلمه مش بلا معلم بلا اوكي القناع معلم حلو مرتب شيء خفيف ونظيف كول اوكي الان شباب هيك بكون استعرض الفاير باس شباب طبعا حبيبنا طبعا رح نجيب نشحن ابوه نشحن يعني نجربهم كلياتهم حبايبي نضرب معلم 175 شباب نحرق قبل الفاير باس ابلع التمان شباب روح يا جميل 175 باتش لوز معلم الان راح نفتح نعمل الحصول على الكتشن نعمل حصول ونعمل تزويد ما سهل تزويد نزودها بنزود شو اللي طالع نزود معلم ايه تمام سكين البنت لوز بعد ما نفتح ونظبط الوضع حبيبي والله نعمل تزويد هون يا شباب لوز هون هي الدلاجه هي معلم حبيبي والله والقنبله معلم بنان هذا هي الدلاجه الثانيه لوز مع البنان حبيبي والله
والشنطة شاب رح نجرب الشنطة كمان مع الحبيب وهذا السكين الجميل. يا سلام عليك. اوكي شباب ليديز اند جنتلمان والله شكل يعني ال والله مش عاجب مش مش يعني فاير باس هذا حتى القهر عقرب والله معلم شيء باللوز شيء حلو تمام تمام. اوكي شباب انا ندخل نجربه شباب نجرب الاغراض. اوكي ندخل هون على المجموعه نشوف شو جبناه هون معلم. المركبه هي هون حبايبنا موجوده عندنا الحقيبه. وين حقيبه ثانيه والله طول شباب حتى الحقيبه تصيح النخبه لازم تكون طالعه طلع طلعنا هيك هون لازم تطلع هاي الحقيبه شباب رح نعمل لك نعملها تزويد ونجربها بالتدريب. لوحه الدراجه معلم باللوز هذول يعني شباب العادي ما بننتبه على اشياء كثير. البنرات مثل ما فرجتكم اياها حبايبنا والله البنر حلو للأفاتار تمام تمام. اوكي اوكي يا ساتير هيك شباب عايز استعرض لكم من الاشياء الان شباب رح ندخل اول شيء نجرب السكين البرد تمام مع الحقيبة عليه مثل كل مرة يا ساتير. ايه طمانو خلينا نحط شو نحط يا زلمة نحط كيلي حط كيلي. طبعا شباب هذا السكين شباب صراحة هذا السكين كمان يعني شيء كتير حلو مرتب شاب في منه هذا السكين للشاب يعني لوز لوز. اول ما ينزل السكين للشاب راح انزل لكم عليكم مقطع باللوز. اوكي ندخل على الخزنه معلم نجي هون على الباقه نفتح ابو الباقه هي شباب نجربها ندخل على التدريب التمانو تعالوا نشوف ندخل بشكل سريع تدريب شاب والسكين الشاب راح نجربه بشكل طيب شباب حبينا كلام مثل ما انتم شايفين جراند ماستر معلم حبيبي والله كيفك ما فرجيتكم يا زلمه حبيبنا الان جراند ماستر يا اساطير مثل ما انتم شايفين شباب مقطع الجراند ماستر شباب بتمنى من كل اسطوري المشهد يروح يشوفه شباب لانه عن جد شيء اسطوري يا زلمه. تمام شباب راح نكمل الرحله ان شاء الله هذا السيزون جراند ماستر معلم لوز لوز. اوكي يا زلمه فرجيتكم رقصه يا زلمه سينا يا زلمه حبيبي والله. اوكي ندفع التدريب معلم يلا ليتس جو تمام نجرب الحقيبه ونجرب السكينيك بشكل سريع حبايبنا. يا سلام عليك. اوكي حبايبي هذا بالنسبه لسكين البنت يعني يعني هات لي شوف هذا 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 انا شيل يعني شيل كثير منكم حبايبنا عم تنزل هذا الشيء هذا هذا الذنب هذا والله الحقيبه هون الليفل 1 صغيره حلو هذا شوف الليفل 2 طبعا نحن انا بسكين البنت طبعا سكين البنت تكون حقيبه صغيره حبيبي والله اوكي اتس كول cool. هذا نشوف الثاني معلم حقيبه البنتري اوه بيطلع الوان ما الوان على علامة العقرب مع عقرب معلم تختلف يا سلام عليك حبيبي والله شاب الصراحه هذا الفاير باس كان ناقصه بس يعني ال 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 الحقيبه والله مو الحقيبه الرقصه شباب اوكي في رقصه كان باللوز اللوز اوكي حبيبي هذا بالنسبه لسكين البنت اوكي خلينا نطلع الشباب الان ندخل جيم عادي اوكي بسكين الشاب تمام عشان نفضلكم يا شباب مع الدلاجة ومع التشل حبيبي والله خلي اخذك هذا بعيد لانه ندخل على الباقة يا اساطير وين الباقة؟ هات لنشوف سكين الشاب وينه معلم ولك يا سلام تعال يا جميل يسعد دينك انضم الى سكين الشباب هات لنشوف معلم ايه طمانه الشعرات معلم والله الشعرات يعني انا فكرتهم يعني مش فكرتهم بيض بس والله ما اشبه شيء يعني لوز اللوز عندنا هون العلم قول لي هالمكياج ما في مكياج ما في هذا الوشاح بس والله الوشاح هذا تبع الفاير باس القديم طالع حلو لوز بالنسبه للجاكيت شباب مرتب نرجع نشوف من اول جديد والله الحذاء مو الحذاء لا والله يا زلمه الحذاء ليش بيعملوا حذاءات كبيره يا زلمه يعني عملوا حذاءات صغار مثلا مثل الحذاءات مثل شو يا زلمه هيك الحذاء معلم مثل هذا مثلا ولا مو هذا يا زلمه شو هذا مثل هذا يا زلمه حفيان يا زلمه عملوا يا زلمه هيك اشياء صغيره والله يطلع شيء حلو يا زلمه. اوكي شباب يلا نعمل تزويد كامل معلم ندخل اوكي اول شهر معلم ندخل على ندخل سكواد يا اخي ما نقدر ندخل رانكد حبيبي والله ندخل برمودا عادي معلم اوكي ندخل نجرب هيك انضم الى القتال كن الاسطوره كل الحقيبه يا شباب لا والله لازم ندخل تدريب اول شيء شباب انضم الى القتال كن الاسطوره ليش ادخل كلاسيك شباب والله شباب ماني مصحصح حبايبنا رحت السعوديه لجراند ماستر شباب والله جراند لعب السكور عن جد متعب كثير حبايبي يعني العقل طار اوكي يا جميلين اوكي هذا هو بنقول لي لا شباب لا 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 شباب لازم اضبط تظبيطه اسطوريه الان شباب بعد شوي ذكروني راح افرجيكم بالنسبه لسكين الشاب ايت كول اوكي خلينا ندخل ناخذ الحقيبه شباب نجربها فول اوكي ونعطيكم وال يا لطيف معلم شيء بخوف اقسم بالله الحقيبه يا شباب وال 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 شو هاي والله كبيره معلم كبيره كبيره ما بعرف ايش بكبر بهالحقيبات اقسم بالله يعني والله حرام تكبرونا هي بهالحقيبات بالنسبة للذنب معلم وضع الذنب شو وضع الذنب؟ الذنب هذا كمان معلم حبيبي والله
حرام والله الحقيبة ليفر 3 معلم كتير كتير كبيرة. هذا الشيء ما عجبني بس اتس اوكي اتس اوكي. اي لاف يو لا ايزي برو ايزي ايزي ايزي. وين رايح وين رايح وين رايح وين رايح وين رايح مين نشوفك شو عم يسمعك. تعال بربرك تعال تعال والله عاش كفو. اوكي شاي حبايبنا بالنسبة لي هذا الفاير باس تقييمي له شباب شخصيا اوكي. بالنسبة للبس وكل الاشياء شباب خمس يعني لا 7/10 اوكي. بس ولك شباب الشيء ننتظره شباب اللي ما حصلنا عليه شباب هي رقصة الفاير باس. يعني لازم ما اعرف ليش هيك هذا الفاير باس ما حطونا رقصة بس اوكي. بالنسبة لحد الاشياء كثير كبيرة كون الأسطورة. حبيت أجرب لكم شيء زي كده أجرب لكم. انضم إلى القتال. كون الأسطورة. أجرب لكم حبايبنا أجرب لكم يب. أجرب لكم ال. انضم إلى القتال. حبيت أدخل أجرب القنبلة يب. القنبلة حبايبي وهذا الأوغ. الأوغ حبيت أتأكد منه شباب أشوف عجب فيو سمات ولا شو أشوف سموه معلم حبيبي ولا هذا سلاح الرشاش. أوغ وينه؟ يا اخي الشباب صدقوني شباب هذا ار اوغ ما فيه للاسف ما فيه هذا اوكي راح نحط هذا لا نحط هذا 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 كويس والله نفس الشيء معلم حبيبي والله اوكي. القنبله شباب هي نفرجيكم القنبله شباب شكل القنبله بس بنفس الوقت شباب حبيت احط هذا هذا الحبل احط هاي القبضه هاي شباب اعطونا لكم بالتعليقات بنفسجي مع بنفسجي يعني معلم شيل لوز اللوز. القنبله شباب هي القنبله شكل القنبله شكله بتنفجر كيف اوكي اوكي لوس تمام سو حبايبنا اعتقد هيك وصلنا المقطع لنهايه المقطع حبايبنا الاساطير. شو عجبكم مقطع يا اساطير حبايبنا زي نفس الوقت نزلت لكم مقطع اسطوري شباب على قناتنا الثانيه شباب اتمنى كل الوصول شباب يروح يشاهدوا حبايبنا ولا تنسوا مقطع الجراند ماستر يا اساطير ملخص الجراند ماستر قريب يا شباب راح ننزل لكم جيم بلايات شباب الجراند ماستر طبعا شباب لعبه الجراند ماستر غير يعني جيمات يعني يلزمنا تكتيك وما تكتيك وحبيب والله اوكي. سو ليتس جنتلمان نتشكر لكم كثير شكرا سماعكم معنا ونتشكر لكم كثير كثير هيك بكون انتهى مقطعنا اليوم شباب ما راح اطول عليكم اكثر من هيك بشوفكم على خير بشوفكم بالبسوا شباب غدا باذن الله تعالى. السلام عليكم.